أقامت سفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مملكة البحرين حفل استقبال بمناسبة الذكرى 70 لاندلاع ثورة الفاتح نوفمبر 1954 المجيدة، ذلك بحضور سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة والدكتور عيسى بن ناصر النعيمي وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى مملكة البحرين. قد أعرب وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية عن خالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، مشيدا بالروابط المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين في مختلف المجالات والحرص المتبادل على تعزيز مسارات التعاون في مختلف المجالات وتوطيدها. يحتفل فيها الشعب الجزائري ونحتفل فيها مع إخواننا في البحرين بالذكرى 70 لاندلاع ثورة نوفمبر المباركة، وأولدت نموذجا من القيادة مخلصا لمبادئ الثورة التأسيسية التي أسست الجزائر، وهي احترام الغير، احترام الأمم، عدم التدخل في شأنها، نصرة القضايا العادلة، ومعاملة جميع الدول على قدم المساواة، فالكبير موقر والصغير محترم. وهي فرصة أيضا نستذكر فيها دعم إخواننا العرب لا سيما في الخليج العربي، والبحرين كانت حاضرة بعواطفها وبمساعداتها في تلك الفترة، ويوم استقلت الجزائر كان ذلك عيد احتفل به البحرينيون، وهم خير الشعوب وأطيبها، ولهم مني أصدق التحيات.